الدرجة الثانية في من المحاسبة تمييز ما للحق عليك عما لك أو منك. التمييز بين ما لك من الحق أو عليك من الواجب. كتير قوي قلت لكم قبل كده عن واحد أعرفه، حد أعرفه ان يقول لي انا حاطط على الكمبيوتر العاب، عايز العب، من حقي ان انا العب. من حقك؟ مين اللي اداك الحق ده؟ تلاقي زوجتك تقول لك انا من حقي غير عليك، حقي ما غيرش يعني؟ لا، مش من حقك. قولي انا بغير، بس ده مش حق. مين اللي اداك الحق ده؟ هي دي كتير بقى، انك تقول من حقي استريح شويه. وقت الصلاه استريح شويه في الوقت ده، ها امتى؟ مش من حق ربنا، هو ده من حق استمتع بفلوسي. ايوه، ادي حق ربنا واستمتع. هي دي التمييز بين ما لك وما عليك، بين الحق الذي عليك والحق الذي لك. هي دي المحاسبة، انك تحاسب نفسك بقى انت مزودها شوية في حقي ومقصر خالص في حق ابوك وامك، حق زوجتك وولادك، حق دينك، حق الصلاة، حق القرآن، حق النبي صل عليه. قال الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. اديت النبي حقه؟ اديت المسجد حقه؟ اديت المصحف حقه؟ الحقوق كثيرة، ولازم تميز بين الحق الذي عليك والحق الذي لك. ميز بقى، هو ده نور الحكمة. التلات حاجات دول ماشيين معاك في المحاسبة دايما: نور الحكمة، سوء الظن بالنفس، التمييز أو التمييز النعمة من الفتنة. هو ده حق ربنا اللي عليك. أديت حق ربنا؟ قال الله كلا لما يقضي ما أمره. حق ربنا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سيدة عائشة قالوا لها حدثينا عن أعجب ما رأيتيه، قالت نام في فراشي حتى مس جلده جلدي ثم قام. قلت إلى أين يا رسول الله؟ قال زريني يا عائشة، زريني اتعبد لرب. خلاص جه حق ربنا، انتهينا. لما يجي حق ربنا يبقى كل الدنيا اقول زريني.